خارج منطقة التغطية هي مجرد محاولة جادة لتعزيز الحوار في عالم مختلف نحاول فيه أن نضحك على أنفسنا وكل ما يظهر في هذا البرنامج من آراء وتعليقات هي مجرد قراءة لأحوالنا مع التأكيد على احترامنا الكامل واحترام عمان تي في لكل الشخوص وكل من نأتي على ذكره احترامنا للجميع وثقتنا كبيرة في حوار من أجل التغيير بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم دائما في خارج منطقة التغطية نسأل دائما نفس السؤال كيف الصحة وكيف العافية وكيف الهمة وكيف الأحوال دائما نظرتنا إلى الصحة نظرتنا إلى صحتنا كأساس للحياة بقول لك كل شيء مش مهم المهم الواحد صحته فيه وفعلا هذا حقيقة لأنه بدون صحة ما فيش حياة حتى لو كانت ملايين الدنيا بلا صحة يعني لا تعني شيء بجوز بناخذها بعض الناس بيقنعوا انفسهم انه يا اخي هذا عنده ملايين بس مريض هو ممكن يكون ما عنده ملايين وبرضه مريض لكن المهم الصحه المهم انه الواحد يطلع على الصحه كاساس لحياه ولكن ايضا ينظر الى الصحه للرعايه الصحيه في اي مكان في الدنيا ينظر للرعايه الصحيه كاساس يعني في في الولايات المتحده الامريكيه مثلا كانت الرعايه الصحيه او التامين الصحي الهيلث كير للناس للشعب الامريكي مثلا كانت واحده من اهم برامج اللي بيجي عليها رئيس امريكي زي رئيس اوباما. في مشاكل الصحه في العالم موجوده لكن الاختلاط اللي صاير عندنا الصوره المشوبه بال بالتناقض والمشهد المتناقض جدا الشيزوفرينيك اللي صاير في موضوع الطب، نحن يعني نحمل اسم عظيم في الطب في الاردن. الطب في الاردن له سمعة طيبة جدا منذ أن حلم جلالة الحسين رحمه الله بإنشاء أول مدينة طبية عربية بهذا الحجم بل يعني كانت المدينة الطبية حلم حلم مدينة الحسين الطبية ومنها انطلق كان في سابق قبل هذا الموضوع كان مستشفى العسكري في ماركة أهم مستشفى وأول مستشفى لكن دخلنا إلى الرعاية الطبية من أوسع الأبواب فكانت المدينة الطبية ثم كانت بكامل تخصصاتها أمراض القلب في بدايات السبعينات حققنا شيء مهول في موضوع زراعة القلب وكان أسماء كبيرة زي داود حنانية ثم دكتور يوسف القسوس ثم أسماء كبيرة أنا آسف مش راح أقدر أتذكر كل الأسماء لكن بقيت الأسماء الكبيرة اللي تخرج قاعد المدينة الطبية لتثري الحياة الطبية والإنجاز الطبي الأردني اليوم وين إحنا؟ ما هو إحنا يا إما نقرر نكون رؤوسنا في الرمال أو نقرر أنه نواجه الأشياء بعينها ونسمي الأشياء بمسمياتها وأن نضع النقاط على الحروف في قضايا عشان ما نقول لا وإحنا بطريقة إخواننا في مصر ودائما الأستاذ إبراهيم عيسى بجوز واحد من الناس اللي بيحكي عن هذا الموضوع إنه في دائما مثلا بيقول لك الطفل العربي أذكى طفل الطفل المصري بصر شماله الشاب المصري أخرق الشاب العربي لا يا سيدي فيش اسمه الطفل السويسري أذكى طفل في العالم في طفل عادي يتربى صح بصير ذكي يعني تتنمى مهاراته بصير بني ادم ما في قصه اللهفه وراء ربط اسم الدوله واسم البلد ومن الاحساس الوطني بقصد في انه احنا احسن ناس واروع ناس واعظم ناس و... لا 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 احنا مش اروع ناس ولا اعظم ناس عنا انجاز طبي محترم بس علينا انه نطوره ونحققه اليوم حديثنا صحيح حديث مهم جدا في هذا الموضوع راح احكي لكن اردت اني ابدا معكم بالسؤال دائما اللي بنساله لكل اخواننا كيف الصحه إن شاء الله تكون الجواب في قلوبكم وعلى ألسنتكم أنه بخير وبعافية ربنا دائما يعني يعطيكم العافية جمهورنا الحبيب ويعطي الناس الصحة ويكون الصحة دائما يعني جزء أساسي من حياتنا لأن الصحة هي اللي بتؤدي إلى أشياء أخرى عديدة من نجاحات من خدمة الآخرين لأنه لا يمكن أنك تكون ما فيش صحة ويكون في قدرة على خدمة الآخرين أهلا بكم اليوم حديث طويل في قضايا الرعاية الطبية هنا في خارج منطقة التغطية إذا نحن بألف صحة وعافية إن شاء الله نكون دائما بألف صحة وعافية لكن الصحيح أخلاقنا مش بعافية مشاكلنا الأخلاقية والمرتبطة مش بس بالفساد المالي اللي اللي دائما بنكرره فساد مالي فساد مالي في أشياء أشنع وأبشع من الفساد المالي وهو الفساد الإداري اللي مرتبط بفساد أخلاقي يعني موضوع أنك مش ضروري تسرق مال بشكل مباشر من الأموال العامة ولكن ممكن تسرق وقت ممكن تسرق وظيفة ممكن تسرق فرصة واحد آخر ممكن تسرق أي شيء ولأنه أزماتنا الأخلاقية متواصلة في السرقة وفي غير السرقة اليوم صباحا كان خبر عاجل عندي في برنامج وسط البلد صباحا كنت بحكي عن يعني عملية سطو مسلح على أحد البنوك هذه العملية الخامسة اللي بتواجهنا ونواجهها وصعيب تفتح لنا الأبواب مشرعة نحو قصة غريبة جدا عجيبة أغرب من العجب إنه شو فيه شو مالها فتحت ماسوره 10 انش من من الناس اللي والله حابين يدخلوا بنك الطريقه الامريكيه اللي بنشوفها حتى في افلام هنادي الاخيره وافلام احمد سجا انه والله سطو مسلح اليوم الخبر شيء يعني بيضحك الواحد القبض على منفذ سطو بنك خلده في مطار الملكه علياء بعد اقل من ثلاث ساعات من عمليه السطو نفسها هذا شيء يعني حتى ببين لك حالة الإستهبال وحالة التفاهة وحالة الإستسهال اللي بنواجهها، تماماً زي الأخ اللي تصور كأنه جاي يتصور سيلفي على كاميرات أحد البنوك في في واحد أول أعتقد أول محاولة للسطو، أخذ الفلوس تصور سيلفي على كل كاميرات البنك وبعدين غادر. انمسك بعدها بأقل من ساعتين. اليوم نفس الحالة كوادر البحث الجنائي وشرطة شمال عمان تمكنت فعلا من إلقاء القبض على منفذ عملية السطو على فرع أحد البنوك في منطقة خلدة وهذا هو عشان التسميات مش التسميات ضبط كامل المبلغ المسروق 60 ألف دينار والسلاح الناري عند محاولته مغادرة مطار الملكة علياء الدولي بعد أقل من ثلاث ساعات غرفة العمليات تبلغت أحد الفروع في خلدة تعرض للسرقة 60 ألف دينار تحت تهديد سلاح بواسطة مركبة لا لوحات عليها تحركت الكوادر المهم تمكنت من إلقاء القبض هسا بيجي واحد من هدول بيحكوا الكلام المقعر والمسكر اللي مش تعرف إحنا على باب الله على قد الزيتات يعني الكلام الكبير هذا اللي بيحكوا لك وإن النظرة الاستراتيجية الكلام اللي ما لناش علاقة فيه بيجي بقول لك لماذا المجتمع واجه عملية السطو باستخفاف ونوع من التعاطف قال انه نوع من التعاطف، لا يا سيدي انت بدك الان تبرر لي انه ممكن انت تتعاطف مع سارق حرامي قال عشان اجراءات الحكومة، نرفض اجراءات الحكومة في كثير من الاحيان، نقبلها ونتفاهمها في بعض الاحيان لكن لا نقبل الاستهبال حالة استهبال شو اللي شو اللي الاستهتار انه والله لا واحلى ما في الموضوع الشاب اطلع لكم ارقام موبايلاته صاروا عنا شوف قديش سهل الوصول له إلو من كثر يعني هو حاله استهبال اللي بتصير موبايلاته على شبكتين موجود صوره على موتوسايكل موجود صورته هو ب بجاكيت جلد على امام احد محلات الصوفيه موجود آآ صورة الحق كل شيء شو هال السطو المسلح اللي يعني معطينا كل معلومات حياته ضل نعرف نمرة حذاؤه نمرة بنطلون عشان عيد ميلاده شيء مضحك جدا زي الفيلم عادل امام لصوص ولكن ظرفاء احد الافلام العجيبة اللي دائما الله يسهل عليه كان ابراهيم لطفي مخرجها واحنا بامريكا مخرج قديم اخرج هذا الفيلم الوحيد وهاجر كان دائما لنا كيف اجواء فيلم لصوص ولكن ظرفاء لعادل امام و وكان فيلم هيك عجيب غريب انه لصوص اغبياء او بيستهبلوا بيخزقوا المحل بينزلوا على محل مجوهرات قال حاله يعني الحمد لله انه ايضا جهود امنيه محترمه في مواجهه هذه الحاله اللي بنعيشها المنطقه الحره اللي راح يكونوا معنا بكره في حلقه خاصه هنا في خارج منطقه التغطيه المنطقه الحره هي مدينه اشباح الان تجار المنطقة الحرة يعتصمون احتجاجا على القرارات الحكومية. عدد من تجار السيارات وأصحاب المعارض سابقا لازم نضل نستخدم سابقا المنطقة المنطقة الحرة سابقا أصحاب المعارض سابقا، تجار السيارات سابقا لأن الآن ما في تجار سيارات، ما في معارض، ما في مكاتب تأمين سيارات، ما في شيء في المنطقة الحرة، في مدينة أشباح. ولا حركة بكل بساطة نفذوا اعتصاما احتجاجا على قرارات الحكومة برفع الرسوم الجمركية وطبعا إضافة للرسوم التي لا يمكن أن تراها في أي مكان في الدنيا إلا عندنا رسوم الوزن عشان زمان بقول لك استثقلها ولو انها عجره يعني المهم تكون ثقيله طب ما هي عجره بجوز تكون خربانه بتجيب رسوم الوزن المعتصمون اشتكوا من انعكاس القرارات على تجارتهم وعلى المواطن وصل ارتفاع الرسوم الجمركيه لاكثر من 100% لما كانت عليه. اليوم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يصدر قرارا بعدم نقل الموظفين او انتدابهم بكافه المؤسسات والدوائر الحكوميه والبلديات. التعميم الصادر الرئيس رئيس وزراء الدكتور هاني الملقي موجه الى كافه المؤسسات والدوائر الحكوميه وامانه اعمال كبرى ووزاره البلديات ومجالس البلديات والخدمات المشتركه طالب الرئيس بعدم اجراء تنقلات داخليه او انتداب او تكليف بالعمل بين الموظفين لدى اي جهه من هذه الجهات اعتبارا من اليوم 1 ابريل 1 نيسان. تقايد التام لم ينتهي الخبر الجزء الاخير من الخبر هو الاهم. لم يعرف بعد إذا كانت مطالب النواب الأخيرة، مطالب بعض النواب الأخيرة، بإجراء تنقلات وانتدابات، وتكليف بالعمل لمقربين لهم، هي من دفعت الملقي لاتخاذ القرار. لا نعرف، وربما لن نعرف، إذا كان قرار الرئيس وتعميمه، مرتبط بعدد كبير من مطالب السادة النواب، لانتداب عدد من مقربيهم وأقاربهم، في أعمال من هذا النوع. لما نعرض هذه الصورة هيك ماذا تعني في مواد غير صالحة داخلة على البلد ذكرين القمح سنوات ومطاحنة ومختبرات وغذاء ودواء وزراعة اليوم مش قمح هي رز زي ما انتم شايفينه رفض ادخال 12 حاوية ارز غير صالحة للاستهلاك البشري وزارة الزراعة رفضت بالفعل ادخال 12 حاوية ارز قادمة من الهند بسبب وجود متبقيات المبيدات غير الصالحه للاستهلاك البشري مركز زراعي حدود العقبه رفض ادخال شحنه ارز الارز المنشا الهندي لوجود متبقيات في المبيدات طيب نعلق ولا نسكت اخوي ثائر نجداوي برينيلي نعلق الموضوع مش الاول وربما مش الاخير تكرر سابقا ولكنه ربما يتكرر بعدين لكن من الذي يقرر ومين اللي بيقدر بامكانه ان يصل به الامر انه يقرر عن معدة المواطن الاردني ويقول لا ما هي معدة المواطن زي اخواننا المصريين بيقولوا بتهضم الزلط هل معدتنا اصبحت تهدم الزلط تهضم الزلط يعني بناكل اي شيء وانا بذكر انه في حوار الي مع وزير صحة سابق وكانوا لقوا بعض يعني شيء زمان هذا كنا في في برنامج تلفزيوني سابق وكانوا لقوا يعني بعض متبقيات الفئران في حاوية في بعض الحاويات القمح بسبب السفينة الناقلة كان فيها مشكلة فعندما أوجدنا هاي التقارير الجمعية العلمية وهاي تقارير المختبرات بصروين وهذا من ألمانيا فلم يجد الوزير أمامه ليقول يا أخي طب شو يعني شوية فئران وهذا ما هو بينفرموا مع بينفرموا فهل بواقل وبقايا المبيدات راح تنفرم سؤال أرجوكم اجيب عليه. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اخر موعد لتقديم اقرار الدخل نهاية هذا الشهر الجاري نيسان ابريل. اكدت الدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان التاخر في تقديم اقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني في 30 نيسان ابريل سيعرض المكلف اللي هو اي مواطن لغرامه تتراوح بين 100 و500 دينار اضافه لتعرضه للتقدير الاولي والاداري. بس انتهى الخبر اللي له علاقه بانه استعجلوا قدموا الاقرارات الدخل. وزاره المياه تؤكد نسبه الهطول المطري بحمد الله 77%. امين عام وزاره المياه والري اكد ان نسبه الهطول المطري بلغت 77% من المعدل العام طويل الامد البالغ 8 مليار متر مكعب وهو يماثل 92% من معدل الهطول المطري. للعام الذي سبقه، حجم الهطول المطري منذ بداية الموسم بلغ 6334 مليون متر مكعب توزع مختلف مناطق المملكة. نسبة هطول مطري طيبة وجيدة ومحترمة، قديش رح تنعكس على مشاكل المياه في الصيف؟ سؤال مهم. وزير الصحة الرجل الذي نحترم يقول ضرورة هيك هيك تصريحه ضرورة إدامة جاهزيه اقسام الطوارئ بالمستشفيات كنت اليوم بتسأل هذا العنوان لو راح اي جريده في الدنيا بيكون موجه لمين يعني لاي صحيفه لاي وسيله اعلام في الدنيا الوزير وزير الصحه اللي هو معني في هذا الكلام بيقول ضروره ادامه جاهزيه اقسام الطوارئ بالمستشفيات طب معالي وزير الصحه بيقول لمين الي ولا للناس ولا للجمهور ولا للشباب الطيبه اللي اللي قدامي على الشاشه اللي بالاستديو؟ لمين طب ضروره ادامه جاهزيه اقسام الطوارئ مع عليك مع فريق عملك مع اطبائك مع ناسكم بدون ما تصرحوا لنا اياه لا تصدروا لنا تصريحات بهالمعنى اشتغلوا على ضروره ادامه جاهزيه اقسام الطوارئ المستشفيات دون ما تصرحوا لنا هاي التصريحات الجوهريه التصريحات اللولبيه بقول لك اكد وزير الصحه ضروره جاهزيه اقسام الاسعاف والطوارئ بالمستشفيات من حيث الكوادر سيارات الاسعاف ومرافقي المرضى وفرز الحالات المرضيه وتصنيفها وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك انا اذا بدي أط... بدي أ... يعني في بيتي او اي مواطن في بيته اذا بده يعيد ترتيب امور بيته في الداخل هل بيصرح ذلك هل بيطلع تصريح بيقول انا والله بدي ارتب امور غرفه الصالون واجيب الكنباي والكرسي وراني احطه بالبرنده وعلي و... وضروره وجوب ان تتحرك الكنبه شيء داخلي ليس له علاقة في الناس له علاقة فيما نتحدث فيه في حلقة اليوم حول الرعاية الطبية تماما زي تصريح أحد وزراء التربية والتعليم قبل كم سنة لما طلع الصحف عنوان رئيسي وزير التربية يؤكد أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية بتأكدوا لمين؟ تؤكد لمن؟ يعني وزير التربية بيأكد ضرورة وأهمية الارتقاء بالعملية التعليمية ما تأكد لنفسك يا سيدي أكد لفريق عملك الان سمعت عمر رزاز بياكد إشي انا ما سمعته اكد ولا مره حتى لما كان معي ولا اكد ولا شدد ولا ولا لفته اذا القصه قصه تصريحات ولا قصه عمل على الارض إشي يعني مثمر تانجبل على الارض هذا هو السؤال اللي بنساله اليوم في حلقه اليوم ضروره إدامة جاهزية أقسام الطوارئ بس عظيم لمن؟ وزارة الصحة اليوم بنشوف ضروره اخيرا من عناويننا الايجابيه جدا أب يتبرع بقرنيه ابنه لبنك العيون تبرع والد الطفل اللي توفي امس في مد في قريه ساكب بجرش بقرنيه ابنه الى بنك العيون كان الطفل قد سقط عن سطح منزله منزل عائلته في جرش وتم اسعافه الى مستشفى جرش الحكومي الا انه وصل متوفيا رحم الله هذا الطفل اللي عيونه ستبقى في الدنيا ويعني الواحد مش عارف يحكي بصير بعض فاقد لمعنى التعبير لكن أب عظيم بروعة أبائنا وأحبائنا والناس الطيبين في ساكب وفي كل قرانا وفي كل مدننا الأب تقبل هذا قضاء الله وقدره ولكن أن قرنية وعين هذا الطفل الله يرحمه اللي سقط عن سطح منزل عائلته تبقى في حياتنا دائما لتشهد وترى وتساعد من, من من هو بحاجه لذلك. فرحم الله الطفل والله يقوي الاب والاسره الطيبه واهلنا في جرش وفي ساكب. وحديثنا اليوم يطول دون ان نتحدث لاحد. نحن الان في خارج منطقه التغطيه في مواجهه من القلب الى القلب مع جمهور بنحاول نحكي افكارنا. وزي ما انا بحكي في بدايه حلقاتنا مع احترامنا لكل الجهات وكل الشخوص اللي تظهر اسمائهم في هذا المكان لكن ايضا من حق الناس ان تعرف وان تقول كما تعلمنا دائما هنا في بلد ارادوا جلال سيدنا ان يكون التعبير في سقف السماء اولا وان يكون المواطن في خط احمر اولا واخيرا كما يؤكد. بعد الفاصل نعود. يو يا دكتور هيك حكى لي المخرج فبدينا كيو اليوم حديثنا في الرعاية الطبية في الأردن حديث يطول وفيه صحيح أكثر من أكثر من مجال لكن خلينا نركب الأحجار كما عشان الصورة تكون مكتملة أو على الأقل جزء منها مكتمل لأن الصورة تحتاج منا حلقات وأيام وتقارير ومتابعات ولقاءات لكن محتاجين نركب نبدأ نحط بعض الأحجار لنشكل جزء من هالصورة. الصورة في الأردن منذ أكثر من خمسين عاما كان حلم الطب منذ الدكتور عبد السلام المجالي طبعا عندما أسس وفي حوار مسجل لم لم يبث مع الباشا عبد السلام المجالي كنا بنحكي عن مستشفى مارك العسكري والإمكانات اللي كانت فقيرة جدا وانقطاع الكهرباء وأنه يعملوا بعض العمليات على اللوكس في لأنه دائما جيشنا كان بدأ يعني بقوة في أكثر موضوع منهم موضوع طبي فكان مستشفى مارك العسكري المستشفى العام هو باكورة بداية انطلاقة الطب في الأردن أو انطلاقة الرعاية الطبية للأردنيين اللي دائما بدأتها وتبدأها وتطلقها وتبدع بها أم المؤسسات الجيش العربي القوات المسلحة بعدين كان الحلم الكبير المدينة الطبية مدينة حسين الطبية طول السنين اللي أنا اشتغلت فيها بالعمل الحكومي قريبا من أكثر مكان وقريبا من الديوان الملكي الهاشمي العامر اللي تشرفت أن أخدم وأتفيأ ظلاله في عمل طويل يعني كنت أسمع قديش كانت الصعوبات لما حلم جلال سيدنا الله يرحمه بالمدينة الطبية وإنه كانوا بتاع بعض الناس بيقولوا إنه يعني شو بدنا شو محتاجين مدينة طبية الأيام أثبتت إنه إحنا محتاجين لمدن طبية مدن طبية اليوم المدينة الطبية عندما كانت عام 1972 و73 و74 بيعملوا عمليات قلب مفتوح وتنقل عبر الساتلايت وكان الساتلايت لسه العالم العربي كله لا يعرفه عندما كانت عندنا محطة البقعة للأقمار الصناعية شوف قديش احنا كنا رواد ورايحين كنا نبث العمليات اللي بعملها الدكتور داود حنانية ومجموعة أيضا من من خيرة ونخبة الأطباء في العالم العربي كانت تبث ببث مشترك مع مستشفيات عالمية ومنهم مايو كلينيك ثم مشينا بدأنا نعمل برامج زراعة أعضاء برامج جراحية ناجحة مركز فرح مراكز القلب ما ظل حققنا المعادلة الصعبة بلد فقير وقليل إمكانات كبير في إنجازه الطبي صار الموضوع الطب في الأردن صورة لصيقة بنا صورة جزء من الصورة النمطية الإيجابية عنا وين ما تروح على الكويت على الإمارات على السعوديه على اي دوله يقول لك يا اخي والله عندكم الطب مهم، عندكم اسماء مهمه وهذا حقيقي اسماء كبيره دكتور غيث شبيلات في التجميل، دكتور داوود، دكتور يوسف القسوس اطباء شهيرين اللي كانوا في في المدينه الطبيه دكتور عكشه اطباء كثير وفي كل العلوم ثم كبرت المدينه وكان المجتمع الاردني بيكبر وبعدين رحنا باتجاهات عديده. لما بدات المدينه الطبيه تفرخ افكار واسماء كبيره، بدا القطاع الطبي الخاص يكبر تزامنا طبعا مع مستشفيات حكوميه اخرى، لانه احنا بالاردن شو مستشفيات القوات المسلحه اللي في مقدمة الخدمات الطبيه الملكيه، مستشفيات حكوميه اللي منها المستشفيات الحكوميه في كل مكان، ومستشفيات الجامعيه اللي مستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعه الاردنيه ثم المستشفيات الخاصة كل هذا كبر مستشفى الجامعة مستشفى الملك المؤسس واحدة من أهم المشاريع اللي شهدها الأردن والعالم العربي ثم المستشفيات القطاع الخاص اللي طبعا طلع منها اسماء كبيره جدا اجوا من القطاع من من قطاع الخدمات الطبيه الملكيه واثروا التجربه ثم ظهرت اسماء كبيره جراحين على مستوى العالم كامل عفيف الدكتور عبدالله البشير دكتور ابراهيم الصباح الدكتور محمود الكرمي اسماء في علم الجراحه احدهم ابراهيم صبيح نائب رئيس الاتحاد الدولي لجراحي الاعصاب والدماغ في العالم اكثر من ستين الف طبيب ورؤساء رئيس الاكاديميه الامريكيه للطب الدكتور عبد الله بشير كل اسماء عملنا عمليات دكتور زيد الكيلاني في موضوع أطفال الانابيب بشيء مذهل بدانا مبكرا ثم الان الدكتور خلدون الشريف ناس رائعين في العيون في فيصل فياض الدكتور خالد الشريف نحكي ولا نحاول نستذكر قديش الاف الاسماء هذا كله انعكس على تحقيق سياحه علاجيه عاليه المستوى انضربت مؤخرا بسبب موضوع التاشيرات لكن ان شاء الله بترجع لكن في شيء كان اسمه وزاره الصحه والمستشفيات الحكوميه وهذا شاننا اليوم الرعايه الطبيه المقدمه من الحكومه للناس عندنا شبكة تأمين صحي كويسة عندنا مركز حسين للسرطان واحد من أهم ثلاث مراكز سرطان ربما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بديش أحكي الشرق الأوسط إحنا و57 ثلاثة 57 رقم صعب في العالم في العالم لكن نيجي للمستشفيات الحكومية تعرف الشكوى الدائمة من المواطن تقابلها شكوى دائمة من المسؤول المواطن المسؤول بيحكي عن المواطن الأردني أنه شكاء بكاء وغنوج عشان ينطر الكلمة والمواطن الأردني يرى دائما أن الحكومة مقصرة في تقديم الخدمات صحيح في فترات قدم مستشفى البشير مستشفى عظيم وقدم بكل ما قدم وهو حمل اسم الدكتور محمد البشير مستشفيات أخرى عديدة في كل مكان لكن مع جزء الاستسهال وموضوع الواسطات والوزير الفلاني وعين للمدير العلتاني بمستشفى معاذ بن جبل ثلاث حالات ماتت واحنا نقنع وزير الصحه السابق او الاسبق يا جماعه والله المدير مسؤول على الاقل من باب الاخلاقي من باب الادبي ولم يحركوا ساكن طيب مستشفى البشير كل الحالات اليوم مثلا صباحا مواطن اتصل دكتور اقسم بالله بطريقتنا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله بدون قسم تفضل قال اني انا بام عيني شهدت لاكثر مره بنروح حالات وفاه بنلاقي انه بس ياخذوا الجثمان بيشيلوا الاحرام البطانيه اللي على الجثمان وبيخبوها وتذهب هذه ابسط الحالات لما لجانا لمدير مستشفى البشير وقلنا له في بنت ولدت الساعه أربعة فجرا لم تجد من يساعدها بالولاده فولدت في الممر بمساعده كاتبه كانت صارانة قال انا شو دخلني تراجع طب تراجع وين وتفاجات وتفاجأنا انه شكوى دائمة كل يوم في مستشفياتنا نبدأ في حديثنا في صورة عامة لما تحدثت به لا نعرف الاسماء لا نعرف المدراء لا وفعلا لو احد مدراء مستشفى البشير او غيره او وزارة الصحة مر اليوم الان من امامي في هذا الاستديو لا اعرفه وبالتالي نحن معنيين بان نوصل الصورة كما هي من الارض هذا التقرير هو صورة لواقع ما يجري بين الناس في احد مستشفياتنا الحكوميه كمدخل لنتحدث في الرعايه الطبيه، في هذا التقرير لعامر التعمري. عند الحديث عن اهم القطاعات الحيويه والهامه من الناحيه الانسانيه والخدميه والاقتصاديه في المملكه. يجب التوقف عند القطاع الصحي الذي يقدم الخدمات الصحيه من خلال وزاره الصحه والمستشفيات الحكوميه والخاصه. وخلال تواجد فريق برنامج خارج منطقه التغطيه امام مستشفى البشير لاعداد تقرير خاص عن مشاكل الصحه في الاردن التقينا بعدد من المراجعين والمرضى واستمعنا منهم الى ملاحظات صورت لنا حقيقه ما يجري داخل المستشفى. ابني <applause> وقع وانجرحت أجو دخلته على المستشفى وما بعرف تطورت الامور، حكوا لها شغله بسيطه او شيء او جرح قطع وروع الدار بعد يومين ثلاثه بتقول لي لا يجروا نافخه زي هيك. لما رحنا نجيبه وصلنا الدار والله لقيته على العكازات عمره عشر سنين. والله المستشفى خدماته صفر، عندك الباب هذا باب طوارئ، داري الساعه 30 معي مريض اترجى بالامن وحمايه، يفتح لي الباب ما رضي يفتح لي الباب، ويقول لي من فوق مسكر. مشاهد وقصص واراء لا تعكس الا سوء المعامله والخدمات المقدمه للمريض وسوء اداره المستشفى لبرنامج خارج منطقه التغطيه مع هاني البدري عامر التعمري عمان تي في المواطن اللي حكى انه باب الطوارئ مغلق وحاولنا نقول له هذا يفتحوه ما قبلوا هذا طوارئ مفروض تكون مفتوحه على طول طوارئ اسمها طوارئ ايمرجنسي يعني ما حدا بيدرك متى بصير معه حال الطوارئ زي المفاجاه حدا بيعرف متى جاي المفاجاه هذا الرد المواطن على رد على تصريح معالي وزير الصحه اللي بيقول ضروره ادامه جاهزيه اقسام الطوارئ بالمستشفيات هاي الادامه اللي بنحكي عنها هذا ليس ضد شخص انا بحكي وبنحكي كفريق عمل هنا في خارج منطقة التغطية تغطية أنه عندما نتعامل مع حالة العلاقة بمواطن نتعامل مع حالة العلاقة بناس وقفوا على الأبواب لقوا الأبواب موصدة مغلقة حارس لا يدري إلا عنده أوامر مغلقة أيضا روح بقول لك باب مسكر خلص بدك تعامل مع هذا الأمر كشيء ما فيش نقاش فيه مش بس أقسام الطوارئ ما يجري في الداخل على صعيد الخدمات على صعيد منذ ان روح للبرموشن طلع اليوم تبع الحلقه اليوم وبديش ابالغ لكن عشرات المكالمات اجتنا والرسائل انه اسالوهم عن كذا اسالوهم عن كذا مشاكل الاطباء مشاكل يعني مثلا حجم التدخين في داخل المراكز حجم الناس اللي بيرجعوا بالصفوف بقول لهم راجعونا هذا الشباك النافذه بقول مغلقه طب ليش الموظف اللي كان هون وينه مغلقه زي تماما لما الأسبوع الماضي كنا في أحد مراكز الصحية الشاملة وأجا مواطن اتصل فينا قال إنه أنا الساعة ثمانية ونص الصبح كنت موجود ابني مريض بغلي وما لقيتش أي حدا من مسؤولي الرعاية الطبية للأطفال أو الأمومة يعني فحكينا مع الشباب حكوا مع وزارة الصحة لقينا الرد مباشر أجا كيف الردود هاي أجا الرد بقول لك لا المواطن كاذب المركز كله موجود إبدأ اتصالاتك فعلاً وزارة صحة صحيحة الكل موجود إلا المسؤولين عن رعاية الأمومة الخاصة بالطفل طب إذا أنا كل الأطباء موجودين والحالة اللي أنا جاي من أجلها مش موجودة شو بدي أعمل الأطباء الممرضين في منطقة البشير في جبل الشرفية حلو آه لقطات آه مباشرة اليوم آه التقطت للجو المحيط بمستشفى البشير مع احترامنا لكل الناس اللي بنقدرهم لكن بدنا نشوف فعلا مدخل جنوب بس جنوبي داخل جوا جوا الجنوب يعني الجنوبي دافش الجنوبي صار جنوحي جنوحي جانحين المدخل الجنوبي فرجعنا على المركز لقينا بالمركز انه فعلا المريضه عفوا الطبيب المعني بالامومه مش موجود والطبيبة طب وين واحدة جدتها توفت الله يرحمها والثاني عندها دورة دراسية طيب يا إخواننا في الصحة من الذي ينتظر مين اللي بقعد على جراح التعب والمرض والألم مين احنا ولا الناس بيقولون ارجعوا لنا بكرة طب ما هو المواطن وهذا اللي احنا بنحكيه في حديث طويل جداً انحكى مسابق سابقا وحكى جلال سيدنا في كل البيانات وكل خطابات العرش الرعاية الصحية المقدمة للناس ليش بيروحوا الناس على الخدمات الطبية الملكية محترمين رغم انه مئات ضعف من الاعداد بتروح على الخدمات الطبية بس يا اخي في احترام لانه جيش لانه هون في مدير مستشفى لا اعرفه احكي لكم اكم من مرة حكوا معي من وزارة الصحة عشان انه نخفف عن وز... عن مدير مستشفى البشير ما بديش احكي لكم لانه بدي بدي اعتبره سر لكن مش معقول حدا يجي يقول لك يا دكتور والله الزلمه محترم خففوا عنه طب ما بنعرفوش كل الناس خير وبركه احنا معنيين بما يقدم مش معنيين بالشخص نفسه لانه لا نعرفه بيجي بقول لك لا لا بس انت جرب واحلى ما في الموضوع بطريقة الأفلام العربي لما يقولوا إنه مع الوزير جاي بده يزور مدرسة زي فيلم طباخ الرئيس لما راح طلعت اجى حضروا المدرسه وحطوا ورد وعرفوا الوزير جاي بس طلع رجعوا الزريعه ورجعوا كل شيء هم بدهم ايانا قال احنا مستعدين كم تيجوا تزورونا وتصوروا كل الامور تمام طبعا بدكم تكونوا كل الامور تمام اذا انتم جاهزين التصوير بس خلي الكاميرات تيجي بدون تصوير وخلي الكاميرات والميكروفونات تسال الناس كيف بتشوف خدمه مستشفى البشير اليوم مشكلة الأسلوب أسلوب الممرضات والدكاترة أنا براجع بابني من تقريبا ثلاث أشهر نفسيا أنت بتنضغط بالتعامل معهم في شوية صعوبة بالنسبة للمراجعات وللمواعيد في غلب في المواعيد مواعيد طويلة قادر طبي ما فيش فيه زيادة يعني العيب أنه الدكتور بيتأخر بيجيش على الثمانية وأنا المسؤولين عنهم أن بتشوف الدكتور يجي على عيادته الساعة 8 يكون يعني مشاكل بالنظافة بالخدمات الغرف كامل بقول مواعيد طويله يعني طلع معي الصبح واحد جاي على العيون معطينا موعد اربع شهور نظام حكيم هذا بده يدخل على الكمبيوتر كل حاله بدها ثلث ساعه او نص ساعه هذا عشان يسالوا شخصه يعني فايش بدي الحق يعني احسبها انت كم حاله بلحق في اليوم خدمات الامبلانس سيئه لما بيطلع من الطوارئ الاقسام ثاني بروحوا مشي وما في خدمات توصلهم جوا مع انه في متوفر باص للاشي هذا، يطولوا بالدور جوا على بواب العيادات وعند دكاتره وغير غير دب الحكي عليهم وغير كلام كبير بس يكون يحكوا لهم واللي مش عاجبه يروح. بيشكوا من من الاخطاء الطبيه بصراحه. يعني بين الموعد والموعد بيعطوها شهرين مثلا مرات، وهي بتكون يعني بحاجه، اكيد <applause> موجود على الفاضي، بس اللهم وين؟ بال بالباطني وبالجراحه، اما هون في الطوارئ ما بيشغلوها. الاجابات كما هي لا تدخلنا فيها ولا تحكينا مع حدا المايك امامك شوف شو الخدمه اللي اللي بتتطلبها وبحتاجها وما هو رده الفعل او المقابل اللي امامك عناوين واحاديث وقصص يجب علينا ان نتواصل في حديث معها دون ان نجلد انفسنا لا من جهه ولا أن نقعد ننافق ومعاليك عليك وسيدي انتم رائعه خدماتكم لا يا سيدي نحكي زي ما كنت بحكي للدكتور عمر الزاز زي ما كنت بحكي لاكثر من صديق واخ عزيز من المسؤولين إن انا صديقي وزير الشباب دكتور السيد بشير رواجد حتى الان ما قلت له مبروك ليش لانه وشفته بمجلس الاعيان ليش لانه احنا محتاجين فيه فعلا نقول شكرا هذا انجاز مبروك عليه اما مبروك وفتح مع علي صوانا لتلقي التهاني تلقي التهاني عايش على المنصب واللي تلقي التهاني على الانجاز لما حازم الناصر انجز لما عمر الرزاز انجز لما سمير مبيضين وزير داخليه ينجز هذا المبروك اما قصة والله لا خفوا علينا شوي هدوا اللعب شوي والله الزلمة والله انه طيب يعني بس لو تتفهمون يتفهموا بيش احنا مثلا سألنا كنا بلعبة كلمات متقاطعة فهو فاز علينا فزعلنا عملنا من سيربح المليون فهو اخذ الجائزة الكبرى ما فيش هي العلاقة بس قائمة على من يقدم للناس ومن لا يقدم فاصل قصير بعد الفاصل نعود في حديثنا في الرعاية الطبية هنا في الأردن اهلا مجددا كان زمان الطبيب اسمه في بلادنا الحكيم وين رايح بدي اروح الحكيم وين جاي جاي والله شفت اليوم الحكيم ببيت العزة عند ابو فلان الحكيم دائما كان ومرتبط طبعا مرتبط بدرجه اجتماعيه معينه فالاب يسعى لان يدرس ابنه طب عشان يقولوا هذا أبو الحكيم أو أبو الطبيب وأم الطبيب أو أبو الدكتور الحكيم كان هو حالة اجتماعية وسياسية مهمة فالحكيم يتبوا مناصب حتى سياسية الحكيم كان له وضعه كلمة مسموعة آه هذا الحكيم عندما زادت الأعداد أصبح طبيبا فقط في جزء كبير من وضعه إلا ما رحم ربي فصبح أصبح الحكيم طبيب ثم أصبح بعض الأطباء تجار بطل الطبيب طبيب فقط وقسم أبو و والرسالة الإنسانية مش دائما بنجدها نجدها عند الناس محترمين طيبين بنبعث في حالات كثير أنا ببعث كثير على ناس أصدقائنا أطباء حالات من الناس اللي ما عندهم إمكانية وما عندهم تأمين طبي اليوم عامل مصري بعثنا. عام بعثناه عامل وطن مصري بعثناه تعالج تفتيت حصى مجانا 670 دينار الجلستين وإذا جلسة ثالثة بتوصل لألف شو معناه معناه إنه في ناس لكن في المجمل أو في بشكل عام تغيرت مهنة الطبيب وتغيرت نظرتنا للطب، مشاكلنا في موضوع طب عديدة أولها مثلا الخريجين خريجي الطب في الأردن أي مستوى هو اللي اللي إنه هذا خريج الطب اللي كان يتخرج من الأردنية في الثمانينات وكان اسم اسم عتعوت الآن يقارن بخريجين عندهم مشاكل في برنامج الإقامة في امتحان مجلس الطب الأردني مشاكل إلى علاقة بمرات فشل ومرات رسوب ومرات أداء مش قوي ومرات أي أي مقارنة ولصالح من ممكن نعملها فكانت عندنا مشكلة خريجين تعرفوا حجم الخريجين من الأطباء الأردنيين اللي بيجوا من دول لا نعرف مناهجها ولا نعرف امكاناتها الطبيه ولا امكاناتها التعليميه زي ما احترامي الشديد بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق او دول اخرى عديده ما بنعرف بيجوا حتى لما يقدموا امتحانات المجلس الطبي الاردني آه سداح مدح بيجي بقول لك اليوم دكتوره بتقول لي دكتور ارجوكم تحكوا عن العدد الهائل من الاطباء اللي مش مقدمين للامتحان اصلا اللي بيشتغلوا في مستشفى الملك المؤسس او في مستشفيات اخرى اللي مش قادمين الامتحان اللي مش ما تخصص اطباء اخرين بيشتغلوا تجاره عينك عينك بطلت لرساله انسانيه ونحكي هذا الحكي في اطار بيتنا الواحد واحنا اصحاب الانجاز الطبي غصبا عن كل الناس إيه انجازنا الطبي الاردني بتشوفه في كل مكان بقول لك يا اخي الدكتور فلان احسن واحد بيعمل اطفال انابيب دكتور القلب فلان الجراح الالتاني احسن كامل عفيفي احسن ركب دكتور زيد الدكتور القسوس كذا قلب الدكتور في ناس اسمهم خرجت الى الخارج وبقيت كاسماء كبيره لكن تسمع عن طبيب بيعمل لك عمليه تحزيم المعده او قص المعده بواقع مثلا اربعين عمليه باليوم سمعتوه ولا ما سمعتوه سمعتوا عنه ولا ما سمعتوا سمعتوا انه كشف امره بس لانه ارتبط موضوعه بالضريبه فقط اي رعاية اي هيلث كير ممكن يعطيها طبيب جراح بحزم معدة او بقص معدة لاربعين او خمسين مريض في اليوم بعد الفجر قبل الظهر بعد العصر بالليل بالجمع بالاعياد الرسمية بالعطل بالأ... عملية منيح صارت القصة بتحسها في بعض الاحيان في اطباء عظيمين عندنا بيقبلوش يحكوا على بالفلوس عظيمين أطباء رائعين في الأردن لكن بعض الأسماء الصغيرة والحمد لله أنا قليلة تحكي في الفلوس أكثر من تحكي بالطب ومعظمهم مرتبطين كانوا في الأداء الحكومي مش الأداء الخاص مشكلة السياحة العلاجية أنتوا بالمستشفى البشير اللي شفتوه قبل شوي أستحلفكم بالله قادر أنه يجيب سياحة علاجية من برا طب أنتم مش قادرين تخدموا الناس اللي عندكم ناس بالممرات تيدك تجيب سياحة علاجية من أوروبا ومن خليج ومن الجزائر ومن اليمن ومن ليبيا تقدروا طب ليش انت عامل دائره السياحه العلاجيه في في الوزاره اذا دائرة اذا السياحه العلاجيه نفسها نزلت في المستشفيات الكبرى شو اللي بيصير في موضوع قانون المساءله احنا لنا اكثر من عشرين سنه نراوح مكاننا في موضوع قانون المسائلة الطبيه مين مسؤول مجلس النواب حتى هاي اللحظه مش قادر يعمل قانون المسائلة أنا اطلعت على نسخة من سوري عفوا من قانون المسائلة الطبية اللي هو قانون الأخطاء الطبية يعني. طلعت له في النهاية ناسين لما عملوا الكوبي بيست ناسين في نهاية هذا أنه مكتوب هذا القانون تلجأ القضايا الم يعني الخلاف فيه يلجأ المتخالفون أو المختلفون فيه بها المعنى القانوني مش عارفه بيصلحونا لنا إياه إلى محاكم مدينة كذا، مدينة عربية. ناسيين يشيلوا مخدين القانون من احدى الدول العربيه كما هو وناسيين يقولوا انه تلجا المخالفه او الخلافات حول هذا المواضيع الى محكمه مدينه كذا العاصمه في تلك الدوله شوفوا التشريع تشريع للاطباء تعرفوا قديش حجم الاطباء الجدد اللي بسموهم اطباء مؤهلين غير مقيمين يعني غير ما عندهم برنامج الاقامه البورد وبرموهم في المستشفيات الطرفيه في الكرك وفي معان وفي معاد بن جبل وفي الشونه وهون وهون مشكلتهم بالالاف مشاكل ومشاكل غريبه جدا تستوقفنا تخلينا نفكر فعلا كيف نعيد البهاء لصورتنا الطبيه في الداخل قبل ما نعاود نسترد الجزء البسيط اللي راح من صورتنا في الخارج وهو الانجاز الطبي الاردني مشاكل الصحه في الاردن في هذا التقرير لعامر التعمري على الرغم من تحقيق الاردن تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين في قطاع الرعايه الصحيه بتحسين الاوضاع الصحيه للسكان وصحه الامهات والاطفال وحوسبه الخدمات الصحيه إلا أنه ما زال يواجه تحديات عديدة كارتفاع كلفة الخدمات الصحية والإنفاق عليها في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات وصعوبة استقطاب الكفاءات الجديدة وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي الوقت الراهن ترتفع مستويات الانفاق العام في الاردن على القطاع الصحي بشكل كبير مع تدفق اعداد كبيره من اللاجئين وتزايد السياحه العلاجيه الى المملكه الامر الذي ادى الى زياده الانفاق الصحي ما يعانيه القطاع الصحي والعاملين فيه من ضغوطات متزايده لا تتطلب الا بذل المزيد من التركيز على تعزيز الجهود على موضوع المساءله الطبيه وجوده الخدمات الصحيه المقدمه والالتزام بقواعد وارشادات العنايه الصحيه من اجل تحقيق الامن الصحي الذي يعتبر اهم عوامل الاستقرار المجتمعي، لبرنامج خارج منطقه التغطيه مع هاني البدري عامر التعمري عمان تي في. إذا مشاكلنا كثيرة والحلول متاحة لكن الحلول لا يمكن أن تكون متاحة بالتصريحات اللي بنسمعها ضرورة إدامة مش ضرورة إدامة عندما تثبت للناس وللدنيا والعالم بأن هناك من هو يقصر في أداء خدمة الرعاية الصحية هو بالمناسبة الرعاية الصحية تحديدا ما فيش إمكانية للخطأ زي العمل التلفزيوني يعني زي العمل الإعلامي بالذات بيقول احنا بنحكي بالتلفزيون الخطا في التلفزيون طلقه الرصاص تطلع من المسدس لا تعود فما بالك لما يكون في خطا طبي او مشكله طبيه في رعايه طبيه مشكله في رعايه طبيه لمواطن فعشان هيك موضوع اللي قانون المساءله الطبيه اللي كان ماخوذ نصا وحرفا من احدى الدول والان بيشتغلوا على قانون لا مساءله فيه محتاجين نشوف وين صار محتاجين نشوف مش بس حقوق المواطن المريض ولكن حقوق الطبيب في امريكا في امريكا في العالم حقوق الطبيب مماثله لحقوق المريض لانه هذا مواطن وهذا مواطن تماما زي نظرتنا للاشياء الاخرى، شرطي وسير ومواطن. ليش احنا مصرين على انه قانون المساعده الطبيه كلما ظهر حتى ولو بشكل يعني متواضع تلاقي قوة شد عكسي، نقابه على جمعيات على مستشفيات ايش في في الدنيا كلها؟ خلينا نتعلم كيف مثلا دوله زي ماليزيا، اندونيسيا، دوله زي تركيا، دوله زي باكستان، دوله زي الهند. واحده من اكثر الدول العالم التي تستقطب سياحه علاجيه في الدنيا. كيف عملوا قوانين المساءله الطبيه محترمه دون نظر لمصالح خاصه مغلقه يعني اشياء خاصه ضيقه بكل بساطه قادرين نعملها بدون ما الواحد لا يقعد يحاضر ولا يتفلسف عندنا مشكله في خدمة الطبيه الاردنيه لها علاقه في تطوير الاداء سواء الطبي او الاداري روحوا على مستشفيات حكوميه ومراكز صحيه وشوفوا اداء الموظفين يعني الحالة في في مركز صحي في شرق عمان اجتنا حالة غريبة عجيبة عن اداء لطبيب يعني يعني معيب انه احكي للنص لانه احنا برضو طلعنا وبعثوا لنا صور في في شكل طبيب بتعامل مع الناس بهذه الطريقة لا يمكن ونقلناها لوزير الصحة وهو بعض الاحيان بتجاوب معنا الا في حالة انه هو يرى انه احنا بنبالغ وبالتالي لا نخفف لا احنا مش ضروري نخفف لأنه إحنا ما لا نشتم لا نسيء لأشخاص لا نشخص شيء ولكن نظهر هنا بعض مشاكل الناس زي ما بنشوف أيضا عندما يكونوا إيجابيين كيف ترى الطب في الأردن كيف هي نظرتك للطب في الأردن اليوم ممتاز عندنا كل دول العالم بيجوا عندنا بتعالجوا الدول العربية كلها بتيجي تعالج في الأردن ما شاء الله عنه يعني ما في شيء يعني كويس الحمد لله يعني الطب طيب بشكل طيب. عام تطور كبير يعني في التكنولوجيا الطب العلمي لا هذا شيء مفرغ منه يعني لا يعلى عليه الطب عندنا يعني مقارنه مع الدول اللي برا طبعا هناك احسن امكانيات اكثر وكذا وشيء هذه الصوره بالضبط صوره اردنا ان ننهيها ايجابيه برضو برضو لم نتدخل لانه اينما تذهب زي ما كنا زي ما انا بشوف كل ما اسافر على دول الخليج العربي تحديدا في دبي ابو ظبي الكويت قطر بحرين وحتى لما كنا نروح على الرياض ندرب مذيعين وندرس بعض الاعلاميين برضه نفس الكلام يا اخي الاطباء عندكم روعه يا اخي عندكم مراكز طبيه عظيمه كل السؤال في احد المستشفى احد المسلسلات الدراميه الكويتيه مسلسل عادي بنحضره كنا مره فالحوار بيكون بين رجل وزوجته فبتقول له بعدين موضوع الخلفه ومش قال الامر بالله بيد الله يا فلانه فقالت له ما كم مره قلت لك نروح الاردن عشان نعمل عملية هذا في نص حواري درامي معناه الصورة, الصورة الإيجابية الملتصقة فينا في العالم العربي هي صورة بكل بساطة فيها إنجاز لكن ليش إنجازنا دائماً بنسعى إلى تخريبه إما عن طريق سياسات خاطئة أو عن طريق تصريحات غريبة أو عن طريق التعنت والعناد تعنت والعناد في أنه لا لا لا, لا. هذا المدير كويس كويس, كويس. ماتوا أربعة بعهده طب لما يبطل مش كويس تروح مجزره يصير مجزره بالمستشفى عشان نقتنع انه هذا المدير مقصر لا كويس بس لا تشدوا عليه هذا اللي مستشفى معاذ بن جبل سنتين سنتين على راي عادل امام ما لقوش يلاقوا الخاتم سنتين سنتين ونحن مش قادرين نصل حل يا عمي قاعدين بيموتوا الناس بقول لك لا ما هو تداخل جراحي لا مش تداخل جراحي هذا قضاء وقدر نعم لكن الخطا الطبي موجود والاستسهال موجود اكثر روحوا وانتم بعيونكم ابعثوا لنا اللي بتشوفوه على الويب سايت اللي راح ينزل وعلى كل وكافه قنوات التواصل مع خارج منطقه التغطيه ووسط البلد عشان نقول للناس ان المواطن ايضا له عيون مش بس يسمع تصريحات على نمط ضروره ادامه ويؤكد جاهزيه ويشدد على اهميه شكرا لكم شكرا لمتابعتكم وإن شاء الله دائما ربنا يكتب لنا الخير والعافية والصحة ولبلدنا دائما الخير والنصر والسؤدد وكل ما فيه خير طالما إنه في رجل بحجم الملك عبد الله جلال سيدنا يعمل من أجل خير هاي البلد وإحنا على خطاه طالما نحن بإذن الله في طريق الصح وعلى الدروب اللي بتودينا دائما للأفضل شكرا لكم بشوفكم باذن الله في حلقه جديده من خارج منطقه التغطيه انا هل احييكم الى اللقاء